طيب كتلوه كتلوه شلون يكتلون بيه؟ شوف انت مو علي شوف شوف شلون يكتلون بيه خطيه كسروه حسبي الله ونعم الوكيل هاي مظاهرات الحلة هاي الإجرام قوات القمع عليها بابك ثوار بابك طلعوا بمسيرة سنية المدينة بدون قتلت الشهيد إيهاب الوزني وبقية شهداء دارة في فلين باشون سيدا وعطانا بشوارع ولازقنا هاي القوات القمع وشوف تسوي باشون يكتون بيك شوف شوف مردوه للولد خطيه مردوه حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل. حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم، هذا البرنامج اللي نوجد بشاشة الرافدين حتى نسمع آراءكم وتعليقاتكم حول المواضيع اللي نطرحها في كل يوم وفي كل حلقة. للمشاركة بالبرنامج تقدرون تتصلون بنا على الأرقام اللي تظهر أسفل الشاشة، عندكم الرقمين اللي تشوفوها ذني من داخل العراق تقدرون تتصلون على أي رقم من هاي الأرقام، أما الرقمين اللي تشوفونه سراح يطلع هنا من خارج العراق فإذا عندكم أربع أرقام للاتصال، رقمين من الداخل وذني الاثنين من الخارج. أما الرقم الأخير للمشاركة فهو هذا الرقم، هذا الرقم مخصص فقط لرسائل الواتساب، أتمنى تكون رسالة مكتوبة متبوعة باسمكم ومكانكم حتى نقدر نقراها بالدقائق الأخيرة من برنامج صوتكم. حلقة اليوم هي الحلقة الأخيرة من برنامج صوتكم في شهر رمضان لعام 2021، كل عام وأنتم بألف خير يا ربي، ينعاد عليكم بالصحة والعافية وإن شاء الله يمن رب العالمين على العراق والعراقيين بالخير والبركة ويخلصنا من كل شر ومن كل فساد ومن كل هم يهم الشعب العراقي من شماله إلى جنوبه من شرقه إلى غربه، وأن يعيد الراحة والاطمئنان على أبناء شعبنا الغالي. في هذه الأثناء مشاهدينا الكرام أيضا غزة تتعرض لقصف غاشم من قبل قوات الاحتلال الصهيوني، نتمنى لهم السلامة في هذه الأيام المباركة وأن ينصرهم الله على الاحتلال الصهيوني الغاشم. حلقة صوتكم اليوم، ما زالت أكو تظاهرات بالعراق، ما زالت أكو ناس اليوم بالعراق معايشة. احنا خلصنا شهر رمضان، هاي الأيام تعلمنا بيها من احنا صغار الأسواق تكون مكتظة بالناس، الأسواق تكون مليانة بالناس اللي دا تشتري حاجيات العيد وملبوسات جديدة لأطفالهم وهدوم جديدة للبيت والفرحة عامة البلد. لكن بالفترة الأخيرة من 2003 لليوم هذه الفرحة بعد تنازلي، حتى الأسواق بطلت بيها الناس مثل ما كانت قبل، ما بقت مزدحمة، حتى الناس صارت تخاف تروح للأسواق ليصير بيها مثل ما صار بمول الكرادة وهواية من المناطق اللي شهدت انفجارات نتيجة اكتظاظ الناس بيها. احنا اليوم نهاية رمضان، شهر الخير شهر البركة، كانت الناس بهذا اليوم تلقوها فرحانة، فرحة الناس بعدها مثل ما هي لو لا، تظاهرات مثل ما هي، لاكو رواتب لاكو تعيينات لاكو حقوق لاكو خطط حكومية انه ترفع شأن المنتوج المحلي او ترفع الزراعة الى ما كانت عليه سابقا او تنهض بالصناعة العراقية او انه تساعد المواطن العراقي ان يعيش حياته بكرامة او تعطيه حقوقه او ابسط حقوق العيش الكريم. لحد الان ماكو هذا الشيء، تظاهرات مثل ما هي، ومثل ما شفتوا بالفيديو في بداية البرنامج الحكومة مثل ما هي حالها حال سابقاتها، لا اختلف مصطفى الكاظمي عن عادل عبد المهدي ولا عادل عبد المهدي اختلف عن حيدر العبادي ولا العبادي اختلف عن نور المالكي ولا نور المالكي اختلف عن الجعفري ولا الجعفري اختلف عن علاوي، واحد نسخة طبق الأصل عن الثانية، كأنما رؤساء وزراء العراق من 2003 إلى اليوم هي كربونة، تنتهي فترة من الفترات يجيبون كربونة يستنسخون السياسة العقلية التصرف ويا الشعب
الحقد اللي موجود داخل هاي الحكومات وتعطى إلى شخصية ثانية بغير اسم بغير شكل، بس هي نسخة طبق الأصل عن سابقتها. مصطفى الكاظمي اللي إجا وقال أنا جيت من رحم الثورة، شنو اللي قدمته لأبناء الشعب ولأبناء الثورة؟ مصطفى الكاظمي اللي قال أنا جيت نتيجة نجاحات ثورة تشرين في استقالة أو إسقاط الحكومة السابقة، وأني جيت حتى أعطيهم حقوقهم، وين هي الحقوق وإبراهيم الوزني وأمثال من النشطاء العراقيين يغتالون بدون أي رادع؟ وين هي حقوق الأم؟ وين هي حقوق المعتقلين؟ الأبرياء اللي موجودين بالسجون إيش صار من عندهم؟ النازحين، المهجرين، شنو اللي قدمته لأبناء الشعب العراقي بحيث إحنا اليوم نقدر نقول إنه مصطفى الكاظمي إجا صدق من رحم ثورة تشرين؟ رجعت مظلوم إلى منطقته، نطيت الحق إلى صاحب الحق، أخرجت الأبرياء من السجون، حاسبت اللي هدروا المال العام، حاسبت الفاسدين، وقفت السلاح المنفلت بالشارع، حافظت على الأمن، قللت من الانفلات الأمني اللي موجود بالعراق اليوم في كل محافظات العراق، قللت من قضية الدولة العميقة، قللت من قضية التدخلات الخارجية. يطلع لنا هذا العامري يقول أنا لا أسمح للسفير البريطاني أن يتدخل بشؤون العراق الداخلية، أنت رجال احكيها ويا أبو إيران. ما أنتوا اللي سمحتوا لهم يتدخلون وأنتوا اللي جبتوهم. بلد مدمر، بلد منتهي، بلد على الحديدة، مدارس طينية، شوارع تفيض بأقل مطرة، البابا زار العراق انصبغت الشوارع على النص، والفيديوهات هواية. بس مواطن يطلع ويقول لك أنا أريد حقي ينكتل، مواطن يطلع ويقول لك أنا أريد تعيين ينضرب، محاضر مجاني يقول لك أنا أريد أصير على العقود وأستلم راتب ينضرب وينقتل وينهان، أستاذ أو أستاذة جامعية يتظاهر نتيجة أنه أنتم مدى تطون حق الأساتذة، وذولا كفاءات علمية، ذولا اللي درسون ولدنا، ذولا اللي راح يخرجون أجيال قادمة، ذولا اللي راح يطلع من تحت أياديهم أجيال هي اللي راح تبني المستقبل، لأن ما راح تدوم لكم، ما راح تدوم لحد، كنا ميتين وكنا جوا التراب. أستاذ يطلع يظهر ويقول لك أريد حقي ينضرب وينهان وما يحار وفلفل حار، وأستاذة جامعية تنضرب ومحاضرة تنضرب وطبيب أو طبيبة ينضربون، هذا حال العراقيين اليوم. العراقيين اليوم لا حقوق لا رواتب لا معيشة كريمة، حتى الكسبة ذوي الأجر اليومي أو العمال اللي هو يعيش أنه يطلع يومه يروح يدور رزقته بالحلال يم أي مكان حتى يترزق بالحلال، ده يأخذ له كم فلس، ده يرجع الأهل بيته جايب لهم لقمة يأكلوها. حتى ذولا لما سويت الحظر ما فكرت بيهم، حتى اللي قدم على الرعاية الاجتماعية، وكثيرين اتصلوا في برنامج صوتكم يقول لك أنا أقدم للرعاية الاجتماعية شهر وشهرين وسنة وسنتين وكل شيء ما حصل. أبو علي من واسط ويانا، حياك الله يا أبو علي. السلام عليكم مستأثر، ومساء الخير لحضرتك ومساء الخير لجمهور الرافدين. عليك السلام والرحمة والإكرام ومساء الأنوار، تفضل أخوي. يتقبل طاعاتكم منا ومنك، ونقول كل عام والشعب العراقي بخير وانت بألف خير يا رب، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يزيح هذه الغمة عن هذه الأمة عن العراق من الفاسدين والقتلة، وكذلك أن يأخذ بثأر الإخوان في فلسطين في القدس. نقول عذرا يا قدس، بس هاي نقول الإخوان في فلسطين الله ينصركم إن شاء الله. سألت هذه مو غريبة، يعني كل حظر يفرض 10 أيام يفرض يعني على العراق، شنو السبب يعني ليش؟ طيب 10 أيام هذه الناس اللي عاشوا في قوت يومها وين تروح؟
من ينطيهم؟ تنطيهم رواتب؟ لا حصة تموينية، لا مساعدات، لا رواتب. طيب شنو معنى في الحظر يعني؟ ما يتعيدون؟ هو يعني العيد هو نعيد، أكو عيد بالعراق؟ أكو عيد وكل بيت عنده شهيد؟ أكو عيد وكل بيت عنده مغيب؟ أكو عيد وكل واحد عنده معوق لأنه قال أريد وطن بس هو هذا العيد؟ ماكو عيد. العيد بالعراق انتهى من حرب إلى حرب، من قتل إلى قتل. العراقيين ما يريدون شيء ترى، حتى اللي طلعوا ترى بالمظاهرات ما يريدون حكم، ماكو واحد قال أنا أريد أصير وزير ولا أصير رئيس وزراء ولا أصير شيء، لا لا، قال كلمة واحدة قال أنا أريد وطن. لكن هذه الأحزاب الفاسدة القاتلة هي اللي قتلت العراق الآن اليوم. نعم. كل هذا الموجود اللي قاعد يصير هو بس يعني اكمال للمسلسلات اللي بداها عادل عبد المهدي، بداها نور المالكي، واجا كمله يعني الكاظمي. وين الوعود اللي اطلقها؟ صار تقريبا سنه من تشكلت الحكومه، مو قال اظهر قتله المتظاهرين؟ وينهم؟ شو اللي قتلوا هشام الهاشمي اليوم هربوا وراح، هو قال نفسهم راحوا وهربوا. زين منو؟ مو قال اني اسوي انتخابات مبكره؟ وين الانتخابات المبكره؟ مو قال اني اكافح الفاسدين؟ شنو قدم لنا وزير؟ قدم لنا رئيس كتله؟ هذه الموجودين الان الموجودين اللي عندهم الصراع الفاحش، قال لهم من اين لك هذا؟ ماكو احد، ماكو شيء سوى. نعم. يعني كل اللي قاعد يصير الان هو مجرد ضحك على الذقون، اعاده انتخابات مره ثانيه. حتى مالك يعني من يسمي لي مقتدى سيد المقاومه، قاوم منه مقتدى؟ قاوم منه؟ قاوم الامريكان اللي طلعوا داعش؟ لا يقول الحشد طلع داعش. اساسا الحشد كان الشعب العراقي هو وقود الحرب داعش هذا اللي يسمونها، لا اكثر ولا اقل. نعم. مقاومه منه؟ هو سيد قتله العراقيين؟ اي نعم صحيح. هو سيد الميليشيات بالعراق؟ نعم هذا صحيح. كل موجود الميليشيات الموجوده الان هي كلها من امتداد جيش المهدي اللي هو اسسه وقتل العالم دي. وين هو وين العيد حتى يريد 10 ايام فرضه على الجوع؟ على الجوع حوالي اقل شيء 15 مليون عراقي تحت خط الفقر. هو هذا العراق اليوم اللي بعد 2003 ما قاعد نشوف شيء. انا اشكرك ساتر على القصه هذا يعني. شكرا لك اخ ابو علي. محمد من الناصريه حياك الله. اهلا وسهلا بك اخي العزيز. حياك الله اخويا، تفضل. اخي العزيز، اولا ما يجري سواء كان في فلسطين او في الدول العربيه هي مؤامره واحده. نعم. قضيه واضحه جدا، وهؤلاء عملاء اخوانا جاءوا لمعاقبه العرب والعراقيين بشكل عام، ولا نبني عليهم امل. لكن أحب أن أبثك كلمة وأقول بأن الآن الشعب العراقي بدأ يتوحد، ولدينا الآن نظام البديل، وهذا يعني أعتبره خبر يعني لكم مني شخصيا. نعم. لدينا الآن منظمة البديل العراقي التي تقوم على توحيد صفوف القوى الوطنية لرفض هذه العملية السياسية البائسة بالكامل بما في ذلك الانتخابات. ونحن في تطور في علاقات مستمرة مع أخواننا في كل مكان وفي كل المحافظات العراقية، وحتى بعض الأخوان موجودين خارج القطر. القضية الأخرى، نحن نعلم جيدا بأن هؤلاء جاءوا من خلال الأمريكان، والأمريكان لهم أجندتهم الخاصة. الأمريكان حين جاءوا لتدمير ما تبقى من الأمة العربية، وجاءوا من أجل تدمير بقية الشعوب العربية، وجاءوا لبث الفرقة، وهذا هو الاستعمار، وهذا هو دينهم الاستعمار. والذي يقول غير ذلك أعتقد بأن هذا غبي وغير فاهم للواقع العراقي. مع احترامي لكم ولمشاهديكم الكرام، نحن نعلم جيدا بأن ما يجري في العراق هو نفس المسلسل الذي يجري في فلسطين، وما يجري في فلسطين هو يجري في اليمن وفي اليمن وفي سوريا وفي كل مكان. إنها مؤامرة كبرى، لم يبقى على الشعوب العربية سوى أن تتوحد لوجه هذه الهجمة الشرسة. كل القوى الوطنية عليها أن تتوحد وتتصدى بكل قوة لما تقوم بها أمريكا وأتباع أمريكا وعملاء أمريكا. لذلك يا أخي العزيز، نحن هنا في محافظة ذي قار أقول لك بصراحة، كحالنا حال بقية الأخوان في المحافظات الأخرى، نعمل ليل نهار وبكل جد وتواصل من أجل
توحيد صفوف القوى الوطنية للوقوف بوجه هذه الزمر العميلة وهذه الكيانات الفاسدة والخائنة التي تحاول العبث بأمن العراقيين. وهذا الخبر سيكون خلال الأيام القادمة سيكون له صدى وسيكون له لقاء، وهذا أيضا يعني على مسؤولية الخاصة أقول لكم بأننا هنا نعمل بكل جد ولا نبدأ ساعة من ساعات النهار إلا نتواصل من خلال هذا العمل. نعم أخي. نعم شكرا لك أخ محمد. سعد من الكويت، حياك الله يا سعد. حياك الله والدوم مية كلاذيك يا أستاذي وبالرافدين المحترمين. أستاذ بالنسبة للمتظاهرين يعني قمع المحتجين والمعتصمين يعني لا يجوز إخلاقيا إسلاميا دينيا وطنيا، لا يجوز لأنهم يطالبون بحقوقهم الدستورية والقانونية يا أستاذي، يريدون توفير عمل، يريدون وظائف، يريدون اهتمام، يريدون رعاية من البرلمان وكذلك أيضا من الحكومة. والعنف والقسوة مرفوض يا أستاذي، إنسانيا وإنسانيا إسلاميا يا أستاذي. والعوادم تريد يا أستاذي أمن وأمان في كل موقع ومكان، في البر، في المنطقة السكنية، في المخيمات يا أستاذي، وأيضا الرحمة للشهيد الوزني يا أستاذي. ومن قتل الوزني قد يكون يا أستاذي متعاون مع داعش أو عميل أو متعاطي مخدرات يا أستاذي، الوزني الشهيد يا أستاذي. وكذلك يجب محاربة من تجاوز واستهتر سواء مقاول وكذلك الحدث وغيره من هذه المحتويات والأمور يا أستاذي. أيضا أستاذي نريد أيضا اهتمام من البرلمان والحكومة بالنسبة للبرلمان الجديد، وأبعد الله عنا وعنكم كل مكروه، شاف المريض وارحم الشهيد، وتحياتي لك وللقناة وشكرا. حياك شكرا جزيلا لك أخ سعد. عبد الرزاق من بابل، حياك الله يا عبد الرزاق. السلام عليكم، شلون استاذ؟ عليك السلام والرحمه والاكرام يا رب. كل عام وانتم بالف خير، وقناه الرافدين بالف خير، والقائمين على هذه القناه بالف الف خير ان شاء الله، وعلى العراق من شماله جنوبه، ونسال الله ان يهم الامن والامان بلدنا العزيز. وانتم بالف خير ان شاء الله. اشكرك استاذ افل. بالوقت اللي نعيش ايام العيد صراحة نمر يعني نفوسنا وقلوبنا يعني حزينة على اللي يمر بشعبنا فلسطين من أوضاع صعبة. يعني أطالب من كل الشعوب العربية أن تقوم بمسؤوليتها، وهو التظاهر ضد السفارات، هذا الكيان الغاشم المجرم اللي جاي يسفك الدماء بلا مبرر. ف بالوقت نفسه أطالب القيادات الفلسطينية أن تتكاتف وتترك مشاكلها جانبين ويخلون فلسطين والقدس أمام عيونهم. نعم. أما بالنسبة لمصيبتنا أستاذ أفل، فمصيبتنا ما تختلف عن إخواننا فلسطين. يعني جماعة الميليشيات والعصائب واللي يقومون بقتل الناشطين وقتل الصحفيين، فما يختلف عن الكيان الإسرائيلي اللي يقتل الشعب الفلسطيني. يعني اليوم احنا بالعراق ايضا نعيش معاناة ونعيش يعني آلام من الدماء والقتل اللي صراحة يعني ما له اي معنى. يعني انسان يطلع يطالب بحقه، يطالب بتوفير الخدمات، يقتل. يعني هذه ما موجوده يعني باي دوله من دول العالم، الدول المتحرره، الدول اللي تحترم شعوبها، ما موجود يعني انسان يطالب بحقه يقتل يعني بلا اي مبرر. هذا شفناه احنا صراحه في بلد الديمقراطيه اللي جانا بعد 2003. استاذ افل، يعني انا اشوف العصابات اذا صراحه يعني أمنت يعني العقاب وراح تشجع على كثير من القتل وكثير من سفك الدماء وزهق الأرواح، وهذا صراحة يعني صراحة يبينا إحنا كمواطنين، لأنه ماكو واحد جاي يحاسبهم.
ماكو لا الرأي العام الدولي يحاسبهم ولا الحكومة الحالية تحاسبهم. فذولا يا أستاذ أفل يعني صراحة يعني نكبة على العراق، وأسأل الله أن يحفظ العراق والعراقيين ومن أهل العصابات هذه اللي تقترف الدماء وتقترف وتستسهل القتل بحق العراقيين. تحياتي لك أستاذ أفل. شكرا شكرا لك عبد الرزاق. أبو فاطمة من النجف، حياك الله يا أبو فاطمة. الله محييك أستاذ أفل، تحية لك وكل عام وأنتم بخير. وأنت بألف خير يا رب. إن شاء الله إن شاء الله سبحانه وتعالى أن يرفع هذه الغمة عن العراق وعن أخوتنا في المنطقة ويخلصنا من شر إيران وذيولها وعملائها. نعم. أخي الكريم، أنا أقرأ ما يحدث الآن في المنطقة. أي. وخصوصا في قمع المتظاهرين وقتل الكثير منهم وخطف أعداد منهم، وما زال هذا الأمر مستمر. قطع الانترنت عن المناطق كثيرة في العراق. ما يحدث في فلسطين أنا بتقديري هو عمل متعمد من قبل إيران لتوريط حماس في إثارة هذا الوضع المأساوي الدموي، لأن أخي الكفة بين حماس وطبعا بفرق بين السماء والأرض. على كل حال، للفت الأنظار عما يحدث في العراق من جرائم، حتى للأخ اللي قبل يقول لا المجتمع الدولي لا يتكلم لا كذا، نعم أخي، حتى تتجه الأنظار إلى قضية أخرى. تفجير المدرسة الابتدائية في أفغانستان نفس الشيء، حتى يضغطوا على القوات الأمريكية تبقى لأنها خرجت ليست في مصلحة إيران. إيران من الدهاء بمكان بحيث تستطيع أن تؤثر على الرأي العام العالمي. يعني العراق تعرف العراق ليس دولة سهلة ولا دولة لها أهميتها في المنطقة، والمتظاهرين والشباب والرجال والنساء أثبتوا موقفهم البطولي في العراق. حرق القنصلية هذه ليس أمر سهل، حرق قنصلية إيران، قنصلية الفرس، أقولها الفرس المجوس في كربلاء، هذا أمر يعني كالزلزال وقع على المجرم خامنئي. فهذه هي أخي أفل الأمور، نحن نشد على أيدي أخوتنا في المتظاهرين في الجنوب وفي الوسط وفي كل مكان. هنالك مناطق محتلة ما زال لابد أن يفهم كل مجرم في العراق، كان مقتدى الصدر ولا الخزعلي ولا العامري، إن المدن العراقية أعيدها أنا وأكررها، في المحتلة سامراء وجرف الصخر وكركوك وديالة في الوقت الحاضر والبصرة كذلك. نحن لن نسكت عن هذه الجرائم، وستستمر المظاهرات رغم التضحيات التي قدمها النشطاء. وشجرة الحرية هذا شيء طبيعي معروف أنه شجر تسقى بدماء الشهداء. نعم، شكرا شكرا جزيلا لك أبو فاطمة. متظاهري محافظة كربلاء أغلقوا طريق وسط المحافظة احتجاجا على التواطؤ الحكومي وعدم الكشف عن قتلة الناشطين، وطالبوا بالكشف عن قتلة الناشط المدني إيهاب الوزني الذي قتل على يد مسلحين في كربلاء قبل أيام. العشرات من ذوي الضحايا والجرحى ظهروا أمام محكمة جنايات ذي قار للمطالبة بعدم التهاون بإصدار القرارات القضائية بحق قتلة المتظاهرين. وقال مصدر قضائي إن ضباطا متهمين بقتل المتظاهرين في بغداد أحيلوا لمحكمة جنايات ذي قار، ومن المقرر إصدار أحكام بحقهم خلال الساعات القليلة المقبلة. وأضاف أن المتظاهرين طالبوا بالإسراع بمحاكمة قتلة المتظاهرين في ساحة الحبوبي وجسر الزيتون وبقية مناطق المحافظة. صباح من بغداد ويانا، حياك الله يا صباح. السلام عليكم أخ أفل. عليك السلام والرحمة والإكرام. بالنسبة لقمع المتظاهرين بكل المحافظات الجنوبية وبغداد، يعني المسؤول الأول والأخير عليها هو رئيس الوزراء. يعني رئيس الوزراء من استلم فترة حكمه لحد الآن مصطفى الكاظمي يعني وقف عاجز أمام هاي التحقيقات والمجالس التحقيقية اللي شكلها الكشف عن منفذي الاغتيالات والإصابات اللي صارت، أكثر من 30,000 مصاب جريح من المتظاهرين. يعني كل العراقيين الشرفاء يعرفون من اللي جاي يغتال، من اللي إلا مصلحة. المتظاهرين يطالبون بحقوق وإسقاط هذه العملية السياسية البائسة. من اللي ضدهم؟ ضدهم هي هيئة الحشد.
يعني خلي يسمعونا هنا بالجنوب ان الحشد هو اللي جاي يدافع على اليمن، جاي يدافع على بقاء هاي الشلة الفاسدة الموجودة بالعملية السياسية. يعني الحشد هو صار الخط الاول لحماية العملية السياسية والاحزاب الموالية الى ايران. يعني هذا حشد مو لاظهار يجاهدون واسترداد الحقوق ومحاسبة الفاسدين ويسمون فسهم مجاهدين، ذولي أداة بيد القيادات الأحزاب، هادي العامري وقيس الخزعلي ومقتدى الصدر وغيرهم المالكي اللي أسسهم وصرف عليهم مليارات الدولارات. يعني فمصطفى الكاظم يعرف القتلة منه، والشعب العراقي كله أكراده وسنته وشيعته وكل الطوائف يعرفون أن القتلة هم من طوين تحت راية رئيس الوزراء وبالهيئة الحشد الشعبي. فما حد يقدر يحكي بالإعلام من سياسيين أو قيادات الأحزاب يطلع يتهم القتلة، لأن القتلة معروفين هم من ضمن الحشد، وأي شخصية سواء سنية أو شيعية من السياسيين يطلع ويصرح تصريح رسمي يقول إن حزب الله والعصائب وسرايا السلام هي اللي جاي وبدر هي اللي جاي تقتال بالناشطين السياسيين، ثاني يوم يصفونه ليرفعون الحصانة عنه. إذن الموضوع هم كلهم بالضد من الشارع العراقي ومطالب المتظاهرين، كلهم بالضد من عندنا. يعني الحشد والأجهزة القمعية مالتهم هاي مكافحة الشغب وغيرها، هم منو جاي يقتل بالعالم؟ يقتلوهم هم لو نيران من الحكومية من الجيش أو الداخلية أو الشغب أو المكاتب الموجودة للميليشيات في المحافظات الجنوبية. فشوف مصطفى الكاظم يمدح بالمقتدى الصدر، على أساس تمدح مقتدى الصدر؟ ومقتدى الصدر هو متهم وإيديه ملطخة في دماء العراقيين كلهم من الطائفية ولحد الآن. مقتدى الصدر شخص مجرم، ليش تمتدحه وتقول رئيس زعيم المقاومة وغيرها؟ أي مقاومة هاي تحجون عليها؟ الناس اللي العراق تدمر البنية التحتية بالكامل تدمرت. الآن مشكلة النهر دجلة والفرات اللي إيران غيرت مجرى أنهر بالكامل، ما حد طلع من دول الولائيين والتبعية وقال لإيران وزير الخارجية وخاطبوها قالوا له شون أنت تقللين منسوب الأنهر هاي وتغيرين اتجاهاتها؟ ما يقدر يحجون يا إيران، يريدون تدمير العراق بالكامل كمجتمع العراقي ويخلوا يزرعون بياناتنا الطائفية وكل مجالات الدولة من صناعة إلى كهرباء إلى تجارة إلى زراعة يتم تدميرها بالكامل في سبيل يصير ملجأنا الأول والأخير هي إيران نستورد من عندها. هم هاي غايتهم، هاي الفلوس اللي جاي تجي بالميزانيات يريدون كل شيء، كهرباء ومواد زراعية والخضرة والصناعية والكهرباء كلها يريدوها نجيبها من إيران في سبيل إيران هاي العقوبات الموجودة عنها، العقوبات الدولية يخففون الضغط الموجود عليها الدولي. بي من بروس ولد الخايبة، أبناء الجنوب وأبناء الغربية وأبناء الشمال والأكراد يريدون يخففون في ثميهمهم العراقيين، سواء كل طوائف العراق السياسيين ما يهمهم، يهمهم انقاذ ايران وان ايران ما تسقط، لان يعرفون فسهم الحشد والاحزاب الولائيه كلهم مرتبطين ببقاء الحكم بايران. اذا انهارت ايران راح تنهار كل العمليه السياسيه بالعراق، لان احنا حكومتنا ذيل الى ايران ومرتبطه بايران وهم ربطوا انفسهم بالسفير الايراني وبروحاني وغيره. يعني وين يريد يوصلون البلد؟ وين يريد يوصلون البلد هاي البطالة والعطالة؟ الدرجات الوظيفية حاليا بهاي الموازنة 30,000 درجة بس للحشد، هيئة الحشد 30,000 درجة، وأخوتنا من الخريجين بكل مجالات التعليم العالي الكليات الموجودة كل الخريجين واقفين يستجدون من عندهم، يطلعون مظاهرات صار لهم أكثر من سنتين يريدون درجة وظيفية في سبيل يخدمون البلد، ما يخلوهم لأن ما يريدون يد عاملة ولا يريدون ناس عقول خريجين يجون يخدمون هالبلد، يريدوها هي بس رواتب للدفاع وللداخلية والأجهزة الأمنية الفاسدة والمجلس القضاء الأعلى الفاسد وللحشد، وها هي بس رواتب. ميزانية الدولة العراقية بيع نفط ويطور رواتب فقط، أما إنتاج صناعة ما عندنا، تجارة ما عندنا، زراعة ما عندنا، ليش هيك؟ وإحنا بلد النهرين وإحنا عندنا بحيرات وعندنا سدود وعندنا كل شيء خيرات الله، ليش هيك يسوون؟ يسوون هذا المشروع الصفوي تدمير العراق، يعرفون العراق جمجمة العرب، إذا نهض العراق ما راح يرضى بكل المشاكل الموجودة بالأمة العربية، والدليل على هاي مشكلة غزة المحاصرة أكثر من سنة محاصرة. يعني شوف احنا اليهود يقمعون بالفلسطينيين واحنا هنا عندنا الحشد الولائي يقمع بالمتظاهرين العراقيين بالجنوب، يعني نفس الغاية، الحشد
الولاء لإيران اللي يتبع إيران واليهود هم نفس المصنع. والدليل يحشون بالمقاومة وماكو مقاومة، مقاومة على اغتيالات ويغتالون بالناشطين السياسيين وخلاص. فالعراق هاي بديهم صار. نعم، شكرا شكرا لك أخ صباح. طبعا ذكر الأخ صباح قضية المياه المشتركة ما بين إيران والعراق، طبعا هي كلا الدولتين موقع على اتفاقيات فيما يخص مناسيب المياه، اتفاقية مشتركة ما بين العراق وإيران لحصة كلا البلدين من المياه، هاي كلها ضربت بعرض الحائط وسدت الأنهر عن العراق وصار جفاف بالمياه وجفاف بالأنهر وجفاف في نهر دجلة، خصوصا لأنه أغلب المياه اللي تجينا من إيران تصب في نهر دجلة. أبو أيسر من تركيا حياك الله. الله يسعدك أستاذ، كل عام وانت بخير. وانت بألف خير يا رب. يعود عليكم الصحة بالسلامة إن شاء الله. وعليكم يا رب. أستاذ هاي إحنا شوية أريد نناقش الموضوع لأن بس أعطيني وقت. تفضل. زاد فضلك، هاي المؤامرة قديمة وإحنا حكينا بها سابقا بالقناة. هاي مؤامرة أمريكية إيرانية، يعني صرف. يعني هذا التناغم ويا إيران وإيران مخالبها موجودة في كل في كل بقاع الدول العربية من لبنان إلى العراق إلى سوريا إلى اليمن، وأمريكا معطية الضوء الأخضر حتى بأفغانستان بالنسبة لإيران. تعرفون أنت القديمة شغلة، والمظاهرات العراقية ما تقدر تجيب في الشغلة معينة. ليش؟ لأن قائد الحرس الثوري الإيراني صرح قال الملف الأمني كله بيد إيران، هو نفسه قال بيدي أنا مسؤول عنه. فتعرف أنه هاي كلها قضية مؤامرة أمريكية إسرائيلية، وإلا أمريكا ليش معطيها الضوء الأخضر لإيران بكل هاي المجالات؟ وهسه راح ترامب وإجا بايدن على أساس دي يهدئ الوضعية وكذا ويرجع للاتفاق النووي. إيران لو صدق هي مو متآمرة ويا أمريكا وإسرائيل كان ردت بالصواريخ أو كان ضربت إسرائيل على مود المظاهرات اللي موجودة المظاهرات اللي موجودة بغزة. وهذا كله تآمر يا أستاذ، تآمر وقتل الشعب العراقي بدم بارد من قبل ذيول إيران وأمريكا تتفرج. وهذا لأن هذا اتفاق بينهم وبإيران غزل، وهذا ما ينتهي حاليا، مستقبلا لما تستدب الأوضاع باليمن وبعدين اليمن يجيبوها الطبع ويجيبون العراق يطبع مع إسرائيل، وكل هاي الأمور يلا تنتهي. لا تشرين ولا غير تشرين يقدروا يسوون شيء، لأن الحكومة العراقية هي أصلها من الأحزاب موجودة. نعم. فماكو هاي مؤامرة يا أخوان، والله مؤامرة هاي من قبل الأمريكان والإيرانيين، وإلا أمريكا بعظمتها والعظمة لله يعني ساكت عن كل هاي التدخلات والمخالب الإيرانية على شنو؟ إذن أكو تناغم بيناتهم، بس هاي مجرد يقولوا للشعوب أنه هاي حكامكم أنتوا على أساس وطنيين وكذا ويقول لهم انتوا ردوا علينا واحكوا علينا بالاعلام وقولوا احنا ما راح نوافق نريد كذا بالنسبه للاتفاق انه كذا، ويقتلون بالشعب العراقي ويقتلون بالشعب السوري ويقتلون بالشعب اللبناني والشعب اليمني. هم ما مهتمين شيء، هاي مجرد مؤامره على كل الدول العربيه. نعم وصل. شكرا شكرا جزيلا لك ابو ايسر. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونرجع لكم.
حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، برنامج صوتكم. في قضية رؤساء الحكومات اللي صارت بالعراق، أكو واحد المفروض هو اسمه حامي الدستور، أو المفروض اسمه رئيس جمهورية العراق. من 2003 لليوم شو ما شفنا، واحد نايم، واحد صافن، واحد ما يدري، وثلاث مختفي. يعني أنت لما في قضيتك حماية الدستور، يعني أي مخالفة دستورية تصير بالعراق المفروض أنت تتدخل مباشرة بدون ما تخاف من أي أحد. واللي دي يصير بالعراق اليوم حسب ما يقولوا السياسيين هو كله مخالفات دستورية. أولها لما نوافقت على نسبة الانتخابات، لما كانت نسبة المشاركة 20% و80% من الشعب العراقي ما شارك، 5 الشعب العراقي مشارك والبقية ما مشاركين. ماذا أفتهم القضية شنو؟ أنه لازم ينقتل المتظاهر، ولازم المواطن العراقي يستسلم، ولازم المواطن العراقي، يعني المفروض هسه المواطن العراقي يرفع لكم الراية البيضة ويقول لكم روحوا سووا اللي تريدوه بالعراق؟ لا، أنس من بغداد ويانا، حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. تحية لقناتكم الكريمة ولحضرتك أستاذ أسد. حياك الله. الرحمة والخلود لشهداء ثورة تشرين وآخرهم الشهيد البطل القائد إيهاب الوزني. حياك. والشفاء العاجل للجرحى والحرية للمغيبين والمختطفين من الثوار. اللهم آمين. نعم. أستاذ أنس، يعني أنا السؤال اللي داي حيرني اليوم، الحكومات هي نسخة طبق الأصل عن اللي دصير بالحكومات اللي قبلها. يا حكومة تجينا هي استنساخ عن اللي قبلها، قتل، خطف، تعذيب، سلب حقوق، ماكو أي شيء دصير بالعراق جديد بحيث نقدر نقول أنه أكو بارقة أمل للمستقبل بحيث أن العراق راح يعيش بخير. هل من المفترض أن الشعب العراقي اليوم لازم يشيل الراية البيضة ويستسلم؟ نعم أخي العزيز أستاذ أسد، السبب والأول والأخير هو ذات النظام السياسي الفاسد. هذا النظام السياسي اللي نصبته حكومة بريمر، تمام، وأعطت الشرعية وأتوا على ظهور الدبابات الأمريكية. نعم. وتركته صراحة تركته أمريكا وسلمته على طبق من الذهب إلى الميليشيات الإيرانية أو إلى الإيرانيين صورة عامة. فاليوم إحنا لا نرجو خيرا بالعملية السياسية عامة بأحزابها وبحكوماتها، فهي نفس الوجوه وتغيير الوجوه وتغيير أماكنهم لا أكثر ولا أقل، كأنما قطع شطرنج يغيرون أماكنهم. أما اليوم إحنا خلاص الشعب العراقي صراحة من هذه الحكومات الطائفية القاتلة هو إزاحة النظام السياسي كامل. أما عدا هذا فهو نحن سوف نبقى ندور في حلقة ضيقة. هذا النظام لا يفرق عن نظام البعث بشيء. هم يعني يجون يقولون احنا خلصناكم من البعث، احنا بس هم يمارسون نفس الافعال بل اكثر من عندهم. هم البعثيين الصراحه، يعني اذا جاز التعبير طبعا. نعم. فاحنا اليوم مطلبنا الاول والاخير هو اسقاط النظام السياسي القاتل الفاشل. حكومات متعاقبة أستاذ أسد، هي الحكومات متعاقبة اليوم، بس هي كلها وجهين لعملة واحدة. اليوم ماكو فرق بين حكومة عادل عبد المهدي اللي هي حكومة طيب. القناصات عن حكومة الكواتم اللي هي حكومة الكاظم. طيب سيد أنس، أنت تعرف أنه إحنا هسه نعيش في أيام عيد، يعني اليوم انتهى رمضان. نعم. وكل عام وأنت بخير، والشعب العراقي من شماله إلى جنوبه بألف خير يا رب. تعلمنا وتعودنا بالماضي انه هاي الايام تكتظ الاسواق وازدحامات، والعالم فرحانه، واللي دا يشتري هدوم الولده، واللي دا يشتري ملابس الى اهل بيته، واللي دا يشتري تجهيزات العيد، والامهات بالبيت دا تجهز حاجيات العيد، بحيث انه اكو فرحه في كل بيوت العراق لانه العيد جاي. هاي الفرحه بعدها موجوده لو لا؟ يعني باعتباري انا حاليا في العاصمه بغداد صراحه أستاذ أسل، ماكو أي اختلاف صدقني. يعني اليوم إحنا مفجوعين، يعني الشعب العراقي يصحو على فاجعة ويناموا على مصيبة، فأيامنا كلها سواد بسواد. يعني هذا عيد الله المبارك، قبله وفي ليلة القتل يختال أن ناشط مدني مهم أيد الاحتجاجات منذ شبابه، ناشط الشهيد إيهاب الوزني. اليوم ماكو فد شيء يعني يدعو للامل في هذا البلد، بسبب
بسبب الطغمة السياسية الحاكمة الصراحة. والله يا أستاذ أسد ما أكو يعني لا لا أكو شان أقول لك شان أكو لا أكو واحد ولا أكو الناس اللي مثل قبل. لا كنا قبل بأيام العيد وأيام رمضان تختلف الأجواء. اليوم لا أصبحت حياتنا عبارة عن روتين يومي بسبب اللي جاي نشوفه ونعاني من عنده احنا كشعب. يعني الصراحة احنا عطنا ان احنا كمتظاهرين وكذا بس احنا كشعب عرفنا ما هو المفرح بالموضوع. يأتي عيد يفرضون حظرا سياسيا وليس حظرا صحيا, هذا اللي احنا متفقين عليه. اليوم الحظر التجوال هو لتقييد حرية الناس لا اكثر ولا اقل, والمآرب السياسية لتنفيذ خطط سياسية ما اعرف شنو الغرض من عندها. الضحية الأولى والأخير هو المواطن العراقي الفقير. هو المواطن العراقي الفقير السابق, يعني اليوم حتى احنا اذا نحكي على موضوع حظر التجوال فهو الخاسر الوحيد هو المواطن الفقير الذي لا يملك قوت يومه. هذا لا يقدر يخرج العمل اذا كان عنده عمل طبعا, ولا يقدر يكسب قوت يومه وهو المتضرر الوحيد. لا حكومة اليوم تشمله بنفقة او ما شابه ذلك. فما نقول الا حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم, شكرا شكرا لك أخ أنس. بالنسبة إلى رسائل واتساب أبدأ في أول رسالة تقول عيد سعيد عليكم وتقبل الله منا ومنكم الطاعات, مني أطيب التهاني القلبية بحلول عيد الفطر المبارك ومع أصدق التمنيات بعالم يسوده السلام والحرية والأمان والعدالة الاجتماعية وتتحقق به وتصان حقوق الإنسان وحقوق القوميات. السلام عليكم, أخوكم من أحواز البلد المسلوبة حقوقها مثلها مثل فلسطين. حياك الله أخوي العزيز, أنت وأهالي الأحواز كلهم وكل عام وأنتم بألف خير في الأحواز العربية. بس أريد أعرف كلام السيستاني لماذا ما يوجد له مكان؟ الرجال قاعد يعلن لنصرة فلسطين بس ما حد يتوجه الكلامه, لا إيران ولا الميليشيات, لا إيران لا يبينوا أنفسهم إذا أنتم مسلمين. وأنا عندي سؤال, بإيران أكو فيلق اسمه فيلق قدس, يلا شوفونا روحكم حتى نقول أنه إحنا وياكم. رسالة أخرى تقول اللهم ارزقنا فضل هذا اليوم وكل عام وأنتم بألف ألف خير. رسالة أخرى تعيد الشعب العراقي وتقول كل عام وأنتم بألف خير, أجمل التهاني وأطيب الأماني بالعيد السعيد, تقبل الله منا ومنكم الصيام. أستاذ أفل, عيد سعيد على الجميع العراقيين عامة وعلى قناة الرافدين خاصة. العيد الحقيقي هو يوم اللي نخلص فيه من جميع السياسيين الفاشلين. كيان من بغداد, السلام عليكم. أبو حاتم من الموصل, تحية طيبة لك أستاذ أفل المحترم وللجميع. أستاذ أفل, كل عام وأنتم والشعب العراقي بألف خير بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. العراق ليس لديه حكومة ولا إدارة مسؤولة عن شؤون البلد, هؤلاء أدوات إيرانية في بغداد خدم للأجنبي, والأمل الوحيد للعراق وشعبه هي ثورة تشرين المباركة وهي عرجاء حتى تتعافى ويلتحق بهم البقية من المحافظات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسالة أخرى تقول عيدكم مبارك, كل عام وأنتم بألف ألف خير, عساكم من عوادة. رسالة أخرى تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, ختم الله صيامكم بالقبول وأسكنكم الجنة مع الرسول صلى الله عليه وسلم وجعل عيدكم فرحة وبهجة لا تزول, كل عام وأنتم بألف ألف خير. سؤالنا اللي نطرحه اليوم, أكو ما زالت لحد هذه اللحظة اغتيالات وأكو ما زالت لحد هذه اللحظة تظاهرات. مصطفى الكاظمي, انت صار لك اكثر من سنه في هذا المنصب وانت قلت انه اني جاي من رحم ثوره تشرين واني جاي حتى احقق للشعب العراقي مطالبه. هل مطالب الشعب العراقي انه يعيشون هذا الحال اللي دا يطلع هسه حاليا بصفي؟ هل مطالب الشعب العراقي انه يستمر في التظاهرات الى حد هذه اللحظه وهو ما محقق اي مطلب من مطالبه؟ هل من حق الشعب العراقي أن يعيش بلا راتب؟ وهل من حق الشعب العراقي أن يعيش بلا حقوق؟ أين حقوق الشعب العراقي اللي أنت من المفترض أنه أنت جاي تقدمها للشعب؟ شهر رمضان خلص وباكر عيد, فكرتوا بهالشعب شلون راح تعايدوه أو لا؟ فكرتوا بالشعب العراقي شنو راح تقدموا له بالمستقبل أو لا؟ لو هم أنا راح تقدموا له الطلقة والرشاشة والهراوة والعصاية وبندقية الصيد وبنادق الصجم وقنابل الدخان اللي هي غير مخصصة للاستخدام المدني؟ فكرتوا شلون راح تعطون للشعب العراقي من 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 أمل حتى يعيش بسعادة؟ أسأل أي سياسي عندك استعداد تعيش حال النازحين والمهجرين في المخيمات؟
أسأل أي سياسي، عندك استعداد تلزم سرى بالمستشفيات شهر وشهرين وثلاثة وأنت ما محصل دور حتى الطب على الطبيب ده تأخذ لك علاج إذا لقيت العلاج؟ وأسأل أي سياسي، عندك استعداد تعيش أشهر بدون راتب؟ وأسأل أي سياسي، عندك استعداد ولدك ما يفطرون بشهر رمضان حالهم حال أقرانهم بالمنطقة؟ أسئلة كثيرة نوجهها للسياسيين. شعبنا هيك عايش، شعبنا لا لاقي حقوق، لا لاقي تقاعد، لا لاقي راتب، لا لاقي وظيفة، لا لاقي زراعة. حتى الفلاحين البارحة ناجدوكم وقالوا لكم عندنا محاصيل بملايين الدنانير وعندنا زرع زارعين بالمزارع ماتنا بملايين الدنانير، وانتوا فرضتوا علينا حظر وممنوع الروح، شلون راح نداري زرعنا؟ المواطن العراقي مين يلقاها؟ منكم ثم منكم ثم منكم. بالختام مشاهدينا الكرام، الله يتقبل منكم الصيام إن شاء الله، وجعل أيامكم كلها خير وبركة، كل عام وأنتم بألف ألف ألف خير إن شاء الله بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. أعاده الله عليكم باليمن والبركة، وأن يرفع غمة العراق عن العراق، وأن يرفع الغمة عن كافة بلدان المسلمين شرقا وغربا. نلتقيكم على خير إن شاء الله بنفس الموعد، في أمان الله.